je prends ici la parole qu'on me confisque dans mon pays. D'organiser une société démocratique. لم يكن رائف مجرما ولا قاطعا طريق ولا تاجر مخدرات يوما حتى تتعامل معه السلطات السعودية كمجرم يستحق العقاب والجلد والسجن لفترة طويلة مفتوحة. لم يكن رائف سوى رجل يفكر ويترجم هذا الفكر على الورق. كان يحلم بعالم جميل ويتطلع إليه. كان يريد أن نحترم الاختلاف في بلد الرأي الواحد والفكر الواحد والدين الواحد. تفكيره بصوت عال أزعجهم فخلقوا منه أيقونة للحرية ليس في السعودية بحسب بل في أنحاء العالم.